12 دقيقة بعد نصف النهار. مرحبا بكم الناس الكل، انتم تسمعوا في إذاعة الحياة فام، هذه ريكاب ميدي، موعد جديد من برنامج طيلة الساعتين نحاولوا نواكبوا معكم آخر الأخبار، آخر المستجدات على الساحة الجهوية الوطنية والعالمية، مختلف الأخبار اللي صارت خلال 24 ساعة الأخيرة، نقاشات، تحاليل وانترفيوات لأهم الضيوف اللي باش نحكيوا معهم طيلة الساعتين. ريكاب ميدي من توا حتى الماضي ساعتين معكم من قدام الميكرو سيوار بن حميدة، يحضر معنا كما العادة سي حمادي البقلوتي المتابع للشأن العام والناشط في المجتمع المدني. مرحبا بك سي حمادي. مرحبا بك، مرحبا بالفريق التقني والعاملين بالإذاعة، مرحبا بالمستمعين ومستمعات إذاعة الحياة فهم من القيروان. شكرا لك سي حمادي، في فورم إن شاء الله. أكيد تبعت آخر الأخبار في 24 ساعة الأخيرة. أي مو ذاك هو الخبز اليومي، يعني اليوم نتابع وما يقع ونشوف ونعيشه. نحن نعيش في النهاية في بلاد فيها برشا أحداث متسارعة الأحداث. نعم. بالضبط هذا اللي باش نحكيو عليه طيلة الساعتين. أكيد في بداية الحصة شكر خاص للفريق الكل اللي موجود معكم في الإخراج التقني والإخراج الرقمي، سيف الدين بولاريس في الإخراج الرقمي، تحية كبيرة لي لأمن لكم البث المباشر طيلة الساعتين، أحمد المخلوفي في الإخراج التقني، أنس الهمامي في استقبال التليفونات، وستاندار ريكاب ميدي من توا حتى الماضي ساعتين. ريكاب ميدي، ريكاب ميدي، متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. المواضيع اللي تستنى فيكم اليوم في ريكاب ميدي، آخر الاستعدادات للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في ولاية القيروان، وكل الأخبار وآخر المستجدات باش نحكيو عليها بعد شوية. كيف كيف زادة باش نحكيو على إلحاق التلاميذ المتحصلين على معدل 15 من 20 في مناظرة السيزيام والنوفيام بالمعاهد والمدارس النموذجية، آخر الأرقام كيفاش باش تولي الأرقام مع زيادة التلاميذ هذوما اللي تحصلوا على 15 معدل، آخر الأرقام بعد شوية ناخذوها من مندوب التربية بالقيروان مع بداية العد التنازلي للانتخابات التشريعية. بعض الأحزاب تستعد، الأحزاب الأخرى تلوح بالمقاطعة وبطالب زادة بانتخابات رئاسية، باش نحكيه على هذا سينون. زادة باش نفتح ملف وزير الشؤون الدينية الأسبق منعه من السفر، هل أنه قام بتعليق الاعتصام اللي يقوم به منذ أيام في مطار تونس كارتاج وإلا لا؟ كل التفاصيل في المواضيع هذه تلقاها معنا حتى الماضي ساعتين.